السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا في ليلة يوم 25 رمضان 2019 بنتحرى مع بعض ليلة القدر إن شاء الله. ربنا يبلغنا ويبلغكم ليلة القدر ويجعلنا من الفايزين بيها. النهاردة القمر واضح جدا في السماء زي ما احنا شايفين، والسماء صافية، وإن شاء الله هنصور مع بعض الشمس أول ما تطلع. وعايزكم تفتكروا دايما الدعاء اللي أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أكثروا من هذا الدعاء في العشر الأواخر من رمضان لعلها تكون ساعة إجابة. وكل سنة وأنتم طيبين مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعانا شمس يوم 25 رمضان 2019. انا شايف ان الشمس طالعة، ضوءها ضعيف وملهاش ضوء، وانتوا تحكموا. واحنا الحمد لله كلنا دعينا امبارح وقلنا: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وخلينا مع بعض ان شاء الله نتابع برضو شمس يوم 27 ان شاء الله. تابعوا معانا تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لسنة 2019. وكل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم على خير دايما إن شاء الله.